إلا ما وصل، ما وصل اللي ما عرفناه هو العمل بالعلم، خشية الله والتقوى ومسارعة إلى طاعته. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما في حياتكم ولما فيه عزكم ولما فيه رفعتكم. ولذلك يقول الجوزي في صدر الخاطر فصل يقول: إنه على قدر إجلالكم لله يذلكم، وعلى قدر تعظيمكم واحترامكم يعظم قدركم وحرمتكم. وقد أدركت والله من أنفق عمره في العلم إلى أن كبر سنه فتهاون في الحدود، فكانوا لا يلتفتون إليه مع غزارة علمه وقوة مجاهدته. وأدركت من كان يراقب الله في صبوته مع قصوره إلى ذلك العالم، مع قصوره إلى ذلك العالم، فعظم الله قدره في القلوب حتى علقته النفوس ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير. ومن ثم أيضا هو يقول: بالله عليك يا مرفوع القدر بالتقوى، لا تبع عزها بذل المعاصي، وصابر عطش الهوى فيها جير المشتهى، وإن أمض وأرمض، وإذا بلغت النهاية من الصبر فاحتكم وقل: فهذا مقام من لو أقسم على الله لا بره، ومتى ما اشتد عطشك إلى ما تهوى فابسط نامل الرجع إلى من عنده الري الكامل، وقل: قد عيل صبر الطبع في سنيها العجاب، فعجل لي العاب الذي فيه غاث وأعصر. قل لي من أنت وما عملك وإلى أي شيء ارتفع قدرك يا من لا يصبر لحظة عما يشتهي. بالله عليك أتدري من الرجل؟ الرجل والله من إذا خلى بالحرام وقدر عليه وتقلل عطشا إليه نظر إلى نظر المولى إليه فذهب عنه العطش. كأنك لا تترك لله إلا ما لا تشتهي أو ما لا تقدر عليه أو ما لا طاقة لك به. هيهات هيهات، لا نلت ولاية الله حتى تكون معاملتك خالصة لله، فتترك طائبك، تصبر عن مشتهياتك وتترك شهواتك. هذا كله لابن الجوزي في صيد الخاطر.